وايضا بننتقل الى محمد محروس من قنا. محمد طبعا برحب بيك في هذه الجوله، وايضا الصوره من عندك كيف تصفها؟ تحياتي لك ايمان ولكل مشاهدي اكسترا نيوز من محافظه قنا، تحديدا من ميدان المحطه احد اشهر ميادين محافظه قنا. محافظه قنا تستعد في هذه اللحظات للاحتفال بذكرى انتصارات اكتوبر المجيده. محافظه قنا ستشهد مساء اليوم في تمام الساعه 5 بدء الاحتفالات. سيبدا الاحتفال بتلاوه ايات القران الكريم، سيتلوها القارئ الشيخ عبد الرازق الاسواني، ثم يليها كلمه للدكتور منصور الأنصاري، ثم يلي بعد ذلك إقامة عدد من الفقرات الفنية تحييها فرق الفنون الشعبية بقصور الثقافة هنا في محافظة قنا، ثم يلي ذلك أيضا إقامة حفل فني كبير يحييها الفنان محمد رشاد وفرقته الفنية. محافظة قنا وفي ظل الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة تواصل العمل في إتمام عدد من المشروعات القومية، لعل من أهم هذه المشروعات هو محور قوس نقادة الذي يمر عبر نهر النيل ويربط الطريق الشرقي الصحراوي بالطريق الصحراوي الغربي ليسهل حركة المواطنين وأيضا البضائع، حيث يعني يتزامن مع إقامة هذا المحور إقامة عدد من المناطق الصناعية هنا في محافظة قنا. يعني هذا المحور يعني تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 1,300,000,000 جنيه. إذا إيمان كانت هذه الصورة من محافظة قنا حول استعداداتها الأخيرة للاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر المجيدة والعمل في عدد من المشروعات القومية، والآن عودة إليك في الاستوديو. شكرا جزيلا لك محمد محروس من قنا.